النهاردة جايب لك تحديث جديد لمحاكي وينليتور لتشغيل ألعاب الكمبيوتر على الهاتف الأندرويد، بس طالب منك طلب صغير يا صديقي. قبل ما نبدأ الشرح تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو أنت ما أنتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الأدوات المستخدم في الشرح في أول تعليق مثبت لا إما في صندوق الوصف. وشكرا لكل المشتركين الجدد والمتابعين اللي بيتفاعلوا مع الفيديوهات بلايك وشير وكومنت، دعمك ده بيحفزني إن أنا أنزل لكم فيديوهات جديدة استمرار، شكرا ليكم بجد. وهندخل على الشرح على طول. اول حاجة كده يا صديقي هتبدأ تروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعك، وبعد كده هتروح على المكان اللي هكون حملت فيه التحديث الجديد لمحاكي وينليتور. هتبدأ اللي انت تلاقي عندك هنا ملف مضغوط، هتبدأ اللي انت تضغط عليه، وبعد كده هتضغط على كلمة استخراج. هنا هيبدأ اللي هو يستخرجه لك بنفس الشكل ده. هتبدأ اللي انت تثبته على التليفون بتاعك، هيتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكلة نهائيا على التليفون الاندرويد بتاعك. وبعد كده يا صديقي هنبدأ اللي احنا نطلع من هنا، هتلاقيه تثبت معاك بنفس الايقونه ديت. هنروح نفتحه، هيبدا يفتح معاك بنفس الواجهه ديت. هتجيلك الرساله ديت، هتضغط هنا على كلمه السماح علشان يعمل انستول سيستم فايل لملف الاو بي بي الخاص بالمحاكي. فهتنتظر لغايه لما ينتهي من عمليه التثبيت. بعد ما انتهى من عمليه التثبيت يا صديقي هنبدا اللي احنا نضغط على الثلاث شرطات دول، وهنروح على الاختيار ده. زي ما انتم شايفين معايا ده التحديث الجديد اصدار 10.2 زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، وديت التحديثات الجديده اللي اتطبقت عليه. بعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط هنا على علامه البلس علشان نبدا اللي احنا ننشئ حاويه جديده او نظام تشغيل جديد. هنا يا صديقي لو انت عايز تظبط الابعاد الخاصه بالشاشه هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده، وعندك هنا ابعاد كتير تقدر اللي انت تختار ما بينها وعلى حسب برضك اللعبه اللي انت بتلعبها. بعد كده يا صديقي هنبدا اللي احنا نروح على الاختيار اللي بعد كده، وده خاص بمعالجات التشغيل. وهنا في نقطه مهمه جدا، لو انت المعالج بتاعك ميديا تك هسيب لك نسخه مخصصه للتليفونات الميديا تك تحت رابط التحميل. هنا يا صديقي انا انصحك لو المعالج بتاعك ميديا تك او اي شركه ثانيه هتختار ما بين الاثنين دول. طيب لو المعالج بتاعك سناب دراجون هتسيبه على اول اختيار. بعد كده يا صديقي هتروح على الاختيار اللي بعد كده، وعندك هنا يا صديقي انا هنا بختار الدي اكس في كي، ده العرض المناسب على التليفون بتاعي. لكن انت يا صديقي لو حصل معاك وانت بتشغل اللعبه جابت شاشه سوداء هتبدا اللي انت تختار ما بين الثلاث اختيارات دول، وتشوف اي اختيار من دول هيظبط معاك. بعد كده يا صديقي لو انت عايز الفريمات تظهر معاك اثناء اللعبه هتبدا اللي انت تفعل الاختيار ده. وهنا يا صديقي انا هبدا اللي انا اختار هنا اللون الدارك زي ما انتم شايفين، وبعد كده عندي هنا شريط هبدا اللي انا اسحبه للاخر، وبعد كده يا صديقي هبدا اللي انا اضغط على اخر اختيار. بعد كده يا صديقي هيجي لك الاختيارات ديت. وهنا يا صديقي لو ضغطت على اول اختيار هنا لازم تخليه على وضع المتوازي، ما تخليهوش على الوضع الاداء، علشان لو التليفون بتاعك من الفئه المتوسطه وخليته على وضع الاداء العالي هيحصل معاك مشكله. فانا هنا هخليه على الوضع المتوازي. وهنا يا صديقي هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، وبعد كده يا صديقي هختار هنا الاختيار الاخير زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده يا صديقي هبدا ان انا اضغط هنا على علامه الصح. هنا يا صديقي هيبدا اللي هو يحفظ لك الاعدادات اللي انت اخترتها زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هيبدا اللي هو يفتح معاك بنفس الشكل ده. بعد كده هتبدا اللي انت تضغط هنا على زر التشغيل، هيبدا يفتح معاك نظام التشغيل زي ما انتم شايفين كده اصدقائي. بعد كده هبدا ان انا افتح الشاشه فول سكرين زي ما انتم شايفين كده، هضغط هنا على الاختيار ده هيبدا اللي هو يفتح لي الشاشه فول سكرين. وعايزك هنا يا صديقي لازما تعمل الاعدادات اللي انا هقول لك عليها دلوقتي بعد ما يفتح معاك نظام التشغيل علشان يشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون بتاعك. بعد كده هتبدا اللي انت تروح على قائمه ستارت زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، وبعد كده هيبدا اللي هو يفتح لك القائمه ديت. وهنا هتبدا اللي انت تروح على الاختيار اللي قبل الاخير، وبعد كده هتبدا اللي انت تروح هنا على الاختيار الاولاني من فوق، وبعد كده هتلاقي عندك هنا ملفين. الملفين دول يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط على اول ملف، وبعد كده هيبدا اللي هو يجيب لك الرساله ديت. هتبدا تضغط هنا على كلمه انستول، هيبدا يا صديقي يحمل لك الملف ده ويثبته لك علشان ده اللي هيساعدك على تشغيل الالعاب الخاصه بيك على التليفون الاندرويد بتاعك. ولازما هنا يا صديقي تكون متصل بالانترنت اثناء تثبيت التطبيقات دي. بعد ما انتهى من عمليه التثبيت هتبدا اللي انت تروح على نفس الاختيار زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تثبت الاختيار الثاني زي ما انتم شايفين كده، هيبدا اللي هو يجيب لك الرساله ديت. هتضغط هنا على كلمه انستول. بعد ما انتهى من عمليه التثبيت يا صديقي هتبدا اللي انت تطلع من هنا، وهتروح تقفل المحاكي زي ما انتم شايفين كده، وهترجع تشغله مره ثانيه زي ما انتم شايفين علشان التطبيقات اللي انت ثبتها دلوقتي تشتغل معاك بشكل صحيح. بعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تدخل على اللعبه بتاعتك، واللعبه اللي انت عايز تلعبها هتكون حاططها في ملف الداونلود الخاص بالتليفون بتاعك علشان تظهر معاك بنفس الشكل ده زي ما
انتوا شايفين كده يا اصدقاء. هنروح نشغل اللعبه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده يا اصدقائي. اللعبه هتبدا اللي هي تفتح معاك بدون ما تواجه اي مشكله، وانا هنا بستخدم الالعاب الخفيفه بحيث يا صديقي ان التليفون اللي انا بشرح لك من عليه ده من الفئه المتوسطه، علشان برضك لو التليفون بتاعك من الفئه المتوسطه لازم تاخد بالك من النقطه ديت يا صديقي، ما تختارش الالعاب اللي يكون حجمها كبير علشان هيكون الجرافيك بتاعها عالي ومش هتشتغل معاك ومش هتاخد منه الاداء اللي انت منتظره. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا. سلام.